بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل جديد من ترند يلا كورة. النهاردة مش هنحلل ماتش، النهاردة هنحلل أداء لعيب. طبعا شفنا امبارح ماتش النادي الأهلي وبني سويف، انتصار أكيد منطقي وطبيعي للنادي الأهلي على بني سويف المكافح، وواحد امبارح هدف بني سويف كان أكثر من رائع، هدف مميز جدا جدا، يورينا الكابتن حسن موسى المدير الفني عامل شغل كويس جدا مع الفريق اللي أعتقد يعني بيحتل المركز الثاني في مجموعة طوب الصعيد، وعنده مباراة مؤجلة ممكن من خلالها يحتل الصدارة، لكن مش ده التوبيك بتاعي النهارده خالص. النهارده عايز اتكلم على أليو ديانج. أليو ديانج امبارح دي المباراة الثانية ليه مع النادي الأهلي اللي يبدأ فيه كأساسي بعد مباراة كانو سبورت الإياب، بس امبارح أنا حابب أتكلم فعلا. امبارح كتبت حاجة على السوشيال ميديا إن خلال فترة قريبة بعد شوية تدريبات وبعد شوية انسجام وبعد شوية خبرة كمان لأليو ديانج مع المجموعة دي، ممكن يبقى فايلر يفكر انه يحتاج يفكر في الاسم التاني اللي هيلعب جنب ديانج، مش هيفكر في ديانج هو اللي قاعد على الدكة لبرا الماتش. ليه انا كتبت كده وقلت كده من مباراة امبارح؟ لان شفت ان ديانج واحد من لعيبة خط الوسط اللي بقالي فترة طويلة ما شفتش حد عنده الفيجن وعنده الباس بالشكل ده. ايه اللي بيخلي أليو ديانج مميز في خط وسط النادي الاهلي؟ طبعا مع خلاف، طبعا عايزين نقول ان ماتش امبارح النادي الاهلي ما بيلعبش بالتشكيل الاساسي بتاعه، بيلعب بتوليفة جديدة ربما تكون اول مرة بتلعب مع بعضها مع النادي الاهلي، لكن اكيد أليو ديانج لما بيلعب مع المجموعة الاساسية بنشوف اداء مختلف، لان برضو مردود زمايله في الملعب بيبقى مختلف. ولكن ايه بيمثل او بيميز أليو ديانج في خط وسط ملعب النادي الاهلي؟ نفترض ان ده أليو ديانج، طبعا هنا ده المهاجم الصريح وبيبقى دايما في الشكل الهجومي واقف هنا، البلاي ميكر بيتقدم لهنا، عندنا الاثنين الوينجات بتوع النادي الاهلي سواء رمضان او حسين او وجيرالدو او اي حد او اثنين بيلعبوا على الاطراف بيبقوا طايرين. طيب وفي لعيب من خط الوسط ومعاه جنبه ديانج، سواء ديانج بيلعب 6 او بيلعب 8، انا عايز اتكلم في الحته بتاعه 8 الاول. ليه؟ أليو ديانج هو بيلعب 8، انت بتتكلم فعلا على لاعب يصعب توقعه، بمعنى الكوري مع أليو ديانج. وامبارح شفنا احمد الشيخ اللي كان اوريدي هو بيلعب رايت وينج كان داخل واخد المساحه ما بين اثنين مساكين. طبعا امبارح كان حسن موسى كان بيلعب بخمسه في الدفاع عشان بيحاول يقفل الاطراف والعمق على النادي الاهلي. طيب أليو ديانج لما احمد الشيخ دخل في الحته دي كان طبيعي جدا جدا ان احنا نشوف احمد فتحي لما نزل كبديل الشوط الثاني طاير واخد الجبهه دي وقدر النادي الاهلي ان هو يفرغ مساحه. أليو ديانج طبيعي ان احنا توقعنا منه ان هو يلعب التمريره كده، يعني ممكن ساعات انت تبقى انت شايف التمريره الاقرب للمنطق انها تبقى كده، أليو ديانج بيفاجئك ان هو بيحط التمريره لاحمد الشيخ بشكل مستقيم جدا وشكل وسرعه حلوه بتخلي احمد الشيخ بس من مجرد ان هو عمل فنت راح انفراد بالمرمى. ده مش بس الفنت احمد الشيخ، لا التمريره وقوتها وانها طالعه مستقيمه بهذا الشكل ساعدته ان هو يعمل الفنت ده ويروح مجرد بس هو حرك جسمه وراح بعديها انفراد بالمرمى. أليو ديانج بيلعب الكوره من رجل لرجل، يعني الباس بتاعه قوته بيعرفك ان الولد عنده فعلا قوه في قدمه بتخليه يطلع الباس ما يشبه الباس القوي. نستع بلاي ستيشن عشان اشرحها بشكل بسيط، عندك بيبقى فيه تو اوبشنز، عامل لك تو كايند اوف باسنج، عامل لك نوعين من الباس، الباس العادي والباس القوي اللي انت بتعمله وانت دايس تقريبا على ال L2. لما بتدوس على L2 وتعمل باس بتلاقي الباس طلع بقوه جدا. ليه؟ ده الباس اللي انت النهارده بتضمن ان المنافس ما يقدرش ياخده. ليه؟ امبارح مثلا فريق زي بني سويف، طبعا ما بنتكلمش على فريق بيلعب في الدوري الممتاز، ما بنتكلمش على فريق بيلعب في دوري افريقيا، ولكن بنلعب على فريق مجتهد بس كان عامل بيحاول يعمل سترتين اشبه باللي عمله نجم الساحلي. صعب جدا على اي لعيب يقدر يقطع الباس بتاع أليو ديانج. ليه؟ لانه باس سريع، عقبال انت ما تاخد القرار انك تقطع الكوره هتبقى الكوره سرعتها انت ما تقدرش يعني تعمل تزامن معاها، فبالتالي ده بيساعد أليو ديانج انه يعمل باس في اي مكان هو عايزه، وكمان بيدينا الباس ما بين الخطوط، بمعنى لنفترض ان في حد رقم 6 مغطي ورا أليو ديانج واقف هنا والبلاي ميكر واخد مساحه، وبالتالي أليو ديانج هو اللي عنده المساحه دي بس والمنافس قدامه مقفل له المساحات. ده ما بيمنعش أليو ديانج ان هو يلعب التمريره لقدام، ما بيلعبش عرضي،
الي ديانج نادرا ما بيلعب باص عرضي طالما ان عنده اوبشن لقدام، طالما انت النهارده فاتح له الاختيارات قدامه، في واحد طاير على اليمين وفي واحد اتنين هنا ما بين اتنين مساكين وفي راس حربه صريح والبلاي ميكر نازل له هنا وفي وينج شمال، ده بيدي له خيارات. اللاعب جريء جدا وبيلعب الباس ما بين الخطوط، ما بيلعبش باس عرضي، ما بيعملش الباك باس، ما بيرجعش لورا. دي ميزه اليو ديانج، دي امر انا كنت دايما بشوفه بيعيب مثلا حسام عاشور وخلى عنده مشكله انه ما يلعبش في المنتخب الاول كتير. ليه؟ لان مدرب المنتخب كان دايما يشوف ان حسام عاشور بيرجع الباس لورا، بيلعب الباس الامن، الباس العرضي، لكن لاعب خط الوسط مميز الجريء اللي يلعب الباس ده، هلعب الباس كده ما بين الاثنين لعيبه دول، هلعب باس ما بين الاثنين دول. وكمان التحرك بتاعه، احنا مثلا نفترضنا اليو ديانج، كان بتقع اليو ديانج ومعاه الكوره، طب اليو ديانج معهوش الكوره بيعمل ايه بقى؟ نفترض مثلا مجدي قفشه مثلا نزل خد الكوره من هنا، اليو ديانج بينزل يتحرك، بيتحرك ببساطه كده ويهرب ما بين اللعيبه عشان ياخد المساحات الفارغه. كل دي خبره لعيب عنده 22 سنه، لعيب عنده 22 سنه وبيعمل الكلام اللي احنا شايفينه. عنده اخطاء؟ اه طبعا عنده اخطاء، طبيعي يعني الكمال لوحده، حتى الكره بتاعت الهدف ربما الناس عابت عليه ان هو اتاخر في التمرير، لكن برضه عايزين نقول حاجه ان لعيبه النادي الاهلي اللي كابتن امبارح ما كانش بيتحركوا كتير، ما بيتحركوش زي الفرقه اللي شفناها قدام النجم الساحلي امبارح. الفرقه كانت هبطانه قوي، الشوط الاول كان سيء جدا من النادي الاهلي. ليه؟ اللعيبه واقفه كله مستني ان الكوره تتلعب له في مكانه. لا برضه ممكن اليو ديانج ساعات بيتاخر في التمرير، مش ان هو عنده المشكله، لا لان المشكله عندي زمان ما بيظهروش. وعلى العكس هتشوف ان اليو ديانج وهو معهوش الكوره بيقدر يتحرك جيد جدا ما بين خطوط المنافس وبيقدر يطلع حلول لزمايله. دي نقطتين انا شايفهم مهمين جدا جدا امبارح في اداء اليو ديانج، واحد من مكاسب النادي الاهلي في خط الوسط، واعتقد بمرور الوقت هيكتسب خبرات كبيره، هيبقى اكتر انسجام مع الفريق وكمان تعود على البلد الجديده اللي هو عايش فيها. واعتقد فعلا بعد فتره مش طويله قوي هيبقى زي ما قلت امبارح على تويتر وعلى الفيسبوك، هيبقى فايلر مطالب انه يفكر في الاسم الثاني يلعب جنب ديانج اكتر ما بيفكر ديانج يخش ال 18 ولا لا. ده كان تحليل سريع لاداء اليو ديانج شفناه امبارح في ماتش بني سويف. شكرا جزيلا ليكم، كريم سعيد.